ما كاين حتى شي فرق، شي حاجه الحاجه بالثمن ديالها كل حاجه، هذا الناحيه ديال الماكله ديالو ماشي بحال الماكله اللي عندنا حنايا في المغرب، فهمتيني؟ والفلاح اللي هنايا كل واحد كيعلف حاجه بلديه الحاجه، وتما حنا ما عارفينش اش من عارف اللي كيعطيهم. انا خدمتو السلعه زعما مزيانه الناحيه الطيبه، لا ما كاينش شي طيبه، ما كاينش شي حاجه، ها هو فين هو، كلشي موجود الحمد لله صافي، ما فيه حتى شي حاجه دلعي مره. بحال الحام كيف كيف، هذا خاصو يجي لهنايا، خاصو يجي يجيبو يرتاح باش عاد تصبروا تذبحوا الحام ديالو تتغير، فهمتيني؟ لا ما كاين لا صعيب في التواليف، هذا ما كاينش في التواليف ديالنا عاونتك، فهمتيني؟ وخاصو واحد الناحيه يرخصوا له هادشي هذا، تنعاد تصبروا الثمن خاص مع الدراوش عاونت. دابا الحولي دابا هذا ساوي 4000 درهم ولا 5000 درهم، خاصو يكون قليلة مرة 250 300 باش يقدر عليه حتى الدرويش. ومن ناحية من ناحية الجودة ما كنظنش أن هذيك الناس يعملوا يضرونا، فهمتي؟ ما قطة قطة وكيحنوا فيها، ما كاينش هما يضروا الحولي مثلا، خافوا ديالنا حنا ديالنا في المغرب كنشوفوا الناس كيعملوا مثلا كيوكلوا ماكلة الجداد، أما هما ما كنظنش أنا، هما خصهم من ناحية الثمن يكونوا حنايا عارفين شحال شحال باعوه هما، يقولوا عارفين شحال الدولة مثلا تقولها حنا شحال شرينا، ها شحال خسرنا عليه، ها شحال كنربحوا فيه باش المواطن يشري الحاجة هو عارف، ماشي بحال اللي مشموت. عادي 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 شو عادي والله إلا عادي، يا فهمتي أنا قلت لك بحال اللي قال لك بحال اللي قال لك معلم. وعاد فيها تغدينا دابا. كاينة حنا مثلا اللي خصك الحاجة واعرة خصك تكون فهمتي طلعنا تجبولة باش تجيب حاجة راعية ديك الماكلة، فهمتي الترام ماكلة مزيانة. اما من ناحيه هادو اللي كيجيبوه في الروايات بحال هادو بحال اسبانيا، شنو مشيتي للروا بحال جبتي من اسبانيا بحال جبتي من هنايا من الروا، يعني لا خصك تقول ديك الكاليتي اللي كتهضر علينا خصك تطلع من الجبوله، حاولي كيتحرك يتمشى كيحرق داك الشيء، فهمتي؟ كتكون الحاجه مزيان. اما من ناحيه الثمن خصهم يعاودوا يتثمن، اما اللحم كامله مزيانه صافي هذا الدين وصافي واللي قدر وهذاك هذا فلاح، هذا عنده الروا وكي تاو انتوما جيتوا مع كل شيء، مع الحاولي اسبانيا جيتوا مع الفلاح بيدو، جيتوا مع احسن قصدر في كاسافارات تاع عثمان عثمان بالنسبه للحاولي دابا الفلاح دابا الغلا وداك الشيء هذا الحاولي كيطلع غالي الله يحسن العون، مع الربح ما يربحش بالنسبه للكساب وداك الشيء، فدابا يمكن يولف ليا ضروري خصو يعمل الحاولي بحال العام كيربح عام ما يربحش وهي امره وهو ماشي، ونحاولوا تدير لها 3 درهم في النهار من نهار خلق عام، ضرب عامين باش يوصل العيد، وقبل الاخر كيولي 5 درهم 6 درهم، ايوا تحسب حسب اي واحد يحسب الحولي راه اقل شيء حولي كبيره على حسب. ما كاين شي فرق بالنسبه للماكله، دابا الجو كيتقلب، حنا عندنا المغرب كل كتنقل شويه كيتبدل المذاق، المغرب كامله المنطق ديال طنجه ماشي هو التيت هو التيت هو ماشي هو وانت غادي فين كبر الحولي، فين كبر الحولي هذاك بحال الجو كينقلب، هذا الشيء اللي كاين. واهم حاجه المهم دابا هو الغلاء في غزه، راه اصلا ما كاين لا عيد لا والو، هذا الممكن غير عملوا السنه والسلام، اما هو العيد والله بلا طعم، انا كتشوف شنو الواقع الله يستر خوتنا في غزه والله يشوف من حالهم وصافي والسلام عليكم، والله يخلي لنا سيدنا المغرب. انا سفيان حشد الجزار يعني من الاوائل، بالنسبه كنفضل بالنسبه للحولي ما بين المغرب واسبانيا ديالنا، كاين الجوده عاليه يعني بالنسبه للجوده ديالنا دائما احسن، علاش الجوده ديالنا كتعتمد على الرعي بالنسبه للحولي اسبانيا حتى هو بالنسبه مزيان ماشي مزيان، ولكن بالنسبه للحولي اسبانيا كيعتمدوا على العلف، هذا الفرق اللي كاين. اما الجوده كاينه الجوده، شنو الجوده ديال المغرب دائما كتبقى هي الجوده احسن، صغارين حنايا ديالنا كيرطعوا من يماهم، اسبانيا كيعاونوهم بحليب اصطناعي، هذا الفرق اللي كاين، علاش كتبقى ديما ديالنا الجوده عاليه، الجوده ديال اسبانيا حتى هي مزيانه ماشي مزيانه، ولكن الجوده كيبقى المذاق ديال المغرب، المذاق غيكون مذاق، المذاق ديالنا دائما المذاق، حنا عندنا المذاق، حتى هو فتيه، حتى اسبانيا فتيه. كيبقى الجوده هي اللي لعب هنا، الجوده ديال المغرب دائما تبارك الله مزيان، جبر رخيص يشوف اللي غيدخل الجوده مزيان، ما هي نورمالمون كيكون تقريبا بحال بحال تقريبا بحال بحال، الجوده الاسبانيه هي مزيانه ماشي مزيانه. شني الحاجه ديال المغرب انا كنفضل حاجه ديال المغرب، السلعه ديال المغرب ديالنا يعني لا يعلى عليها، صافي هادشي اللي كاين، تبارك الله عليك الله يحفظك. السلام عليكم.
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.